طابت أوقاتكم. أكدت إدارة نادي الاتحاد تمسكها بطاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراة فريقها الأول لكرة القدم التي تجمعه مع الغريم التقليدي الأهلي طرابلس. وطالبت إدارة النادي في خطاب أرسلته الاثنين لرئيس الاتحاد الليبي المكلف إدريس محارب بضرورة تكليف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة التي تأتي ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من دور المجموعتين، مؤكدة على عدم تنازلها عن طلبها. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد العام قد حددت يوم الخميس وملعب طرابلس الدولي توقيت ومكان إقامة المباراة دون أن تشير لهوية طاقم تحكيم المباراة. أصدر الاتحاد العام لكرة اليد القرارين رقم 18 و19 لسنة 2016 اللذان يقضيان بتجديد الثقة في رئيس لجنة المسابقات وشؤون القيد عبد السيد شنفير وإعادة تشكيل لجنة الحكام. وسيقود لجنة الحكام الجديد الحبيب بلقاسم والنائب الصادق الدروقي والمقرر عبد العزيز المكتوف مع عضوية رؤساء لجان التحكيم بالمناطق. اختتم مساء الأحد على الملعب المحشب في مقر نادي الأهلي بنغازي بمنطقة الزيتون دوري كرة القدم الخماسية لكلية العلوم. وأوضح مدير مكتب النشاط بكلية العلوم فرحات السعيطي لليبيا الحدث بأن المشاركة اقتصرت على الطلبة بكافة الأقسام بالإضافة إلى موظفي الكلية. شاركت فرق الأقسام الكلية، سبع أقسام من كلية العلوم بالإضافة لفريق موظفين الكلية، ووصل النهائي كل من قسم علم الأحصاء وقسم علم الجيولوجيا لهذا اليوم، هو النهائي كلية دوري كلية العلوم لكرة القدم الخماسية. نال مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي مساء الاثنين من قبل الاتحاد الإسباني، وتحصل في الحفل السنوي لرابطة الدوري الإسباني ماركو أسنسيو على جائزة أفضل لاعب صاعد، وفاز لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل مهاجم، فيما خطف زميله الأوروغوياني لويس سواريز لقب أفضل لاعب أجنبي. وحقق نجم كرواتيا وريال مدريد لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب وسط، وذهبت جائزة أفضل حارس لسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد. ولم يكتف الأتلتيك بهذا القدر، بل حصد الأوروغوياني دييغو جودين جائزة أفضل مدافع، ودييغو سيميوني جائزة أفضل مدرب. في جنوب أوروبا أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن المدافع تشيلي غاري ميدل لاعب إنتر ميلان سيعاقب بالإيقاف ثلاث مباريات نتيجة تصرفه الخشن في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري، حيث قام ميدل بضرب جاسمين كورتيتش مهاجم أتلانتا بمرفق الذراع في الدقيقة 39 من المواجهة رغم أن الحكم لم ينتبه للواقعة. كما عوقب مهاجم نابولي مانولو غابياديني بالإيقاف مبارتين بسبب المخالفة التي ارتكبها ضد جيان فيراري لاعب كروتوني، ما تسبب في طرده من المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه بهدفين لواحد. نهاية الجولة، إلى اللقاء.